السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع ArcGIS Online. انا دخلت جوجل كتبت ArcGIS Online فطلع لي اول حاجة، هو طبعا تبع شركة اسري، فهضغط هنا هنشوف الواجهة وبعد كده نبدأ نحشر عليه. اول حاجة بيقول لي ان انت لازم تعمل ساين ان عشان تستفاد من المزايا وتقدر ان انت تشتغل عليه. الميزة ان هو اونلاين، هل هو مجاني ولا مش مجاني؟ هو لا، هو بفلوس، لكن في بعض الامكانيات سامحها لي مجاني، بالنسبه لي كافيه. ان انا بدور على معلومه معينه، ان انا عايز اعمل خريطه معينه، بالنسبه لي بتبقى كافيه. هنا هتلاقي اوفر فيو عن الارك جي اس اونلاين تبع شركه اسري، فبيبدا يشرح لك المنتج بتاعهم، ايه الفيوتشر اللي موجوده فيه وايه المزايا اللي موجوده فيه وازاي انت تجربه، وبرضه بيديك معلومات عن بقيه البرامج اللي موجوده عنده. تقدر تعمل عليه خرائط ممتازه. طيب هنا الاسعار، لو انت عايز تعرف السعر بكام، هيبدا يديك معلومات عن السعر. هنا المابس والسين، السين بتبقى حاجات 3D اكتر، ده هنا ماب فيور. دي الخرائط، وهنا بقى ايه ان انت تقدر تضيف لير، تضيف تيبل، تضيف داتابيس وهكذا. ممكن تفتحه على الماب فيور كلاسيك لو انت حابب. طيب اقول له هنا، اول ما عملت تسجيل دخول بدأ يجيب لي الشاشة بالشكل دوت، بيقول لي انت عايز تعمل ماب ولا سين ولا عايز تعمل ابلكيشن ولا عايز تعمل ستوري. ان شاء الله ناخد واحدة واحدة فيهم بالترتيب. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نعمل ماب. تقدر تيجي هنا وتقول له اد ان انت عايز تضيف لير معينة، تقدر تعمل سيرش على لير معينة فيها داتا، تقدر تضيفها مرة واحدة للخريطة بتاعتك. طيب هو هنا بيقول لي ان هو مش لاحق خالص لان هو بيدور في ماي كونتنت، انا لسه ما بدأتش. فممكن تقول له ماي فيفورت، الحاجات اللي انا مفضلها، ماي جروب، ليفنج اتلس، وده هتلاقي فيه هو وارك جي اس اونلاين، هم دول اكتر حاجات هتلاقيهم موجودين لو انت لسه بتستخدم الارك جي اس اونلاين. طيب ممكن تختار مثلا حاجه خاصه بالزلازل، اسكويك، تقول له اد، يبدا يضيف لك معلومات عن الزلازل في الخريطه بتاعتك. يعني انت ممكن تعمل خريطه وتعمل تطبيق بمعلومات معينه، زي مثلا اماكن الفساد، في رشوه، تبدا تحدد اماكن زلازل، يعني اي معلومه تقدر ان انت تضيفها على الخريطه. ودي الرموز اللي احنا هنستخدمها لو احنا هنشتغل بالخريطه ديت. لما نيجي نعمل زوم هتلاقي ان بدا يظهر عندي ان في هنا مكان للزلازل في قبرص مثلا، في تركيا، في بعض الاماكن. هو طبعا مديك الوان لقوه الزلازل بالريختر. طبعا لو بعدنا كده ورحنا مثلا ناحيه اسيا واليابان والحتت ديت، هتلاقي في زلازل موجوده بشكل كبير. ممكن تعمل ريموف ليها وتضيف حاجه تانية. تمام، دي خاصه باليو كي، فتبدا تشوف ده مثلا خاصه بالحرائق. الموضوع ده فادنا كتير اصلا ساعه كورونا، بدانا نعرف ايه اماكن اللي منتشر فيها الكورونا، فنبدا ان احنا ناخد حذرنا منها. تمام، هو تقريبا متخصص في امريكا فالعلامات هناك اكتر. ماشي، دي فكره ان انت تضيف. ممكن تضيف من يو ار ال، في موقع مثلا مديك يو ار ال هو دوت، تقدر ان انت تاخده وتحطه هنا يبدا يظهر لك الداتا. ممكن يكون موقع مثلا متخصص في البيع والشراء فيقول لك دي المتاجر بتاعتنا. ممكن يكون عندك ملف على الجهاز عندك فترفع الملف دوت، سواء CSV دوت ملف اكسل او جيسون، ده ملف زي برمجة، KML يعني حاجات ثلاثية الابعاد. ممكن تعمل بجوجل ايرث او ممكن تعمل بسكتش اب. ممكن تقول له كريت سكتش لير وانت تبدأ ترسم عليها، او اد ميديا لير. دي الليرات اللي موجودة عندك بقى، لو انت في ليرات محملة هتبدأ انها تظهر معايا هنا. هي لير واحدة اللي موجودة دلوقتي، لكن تقدر تضيف اي لير زي ما شفنا قبل كده. تيبل، لو انت عندك داتا معينة عايز ان انت ترفعها، فطبعا داتا ممكن ترفع من عندك من على الجهاز او تقول له
ليفنج اتلس يبدأ يجيب لك بالشكل دوت، تقدر تضيف اي داتا انت عايزها. ممكن تحط كذا لير على بعض بحيث تكتشف الرابط بين حاجتين، يعني في حاجتين معينين مثلا عمر الشباب مثلا ومرض معين او هكذا. يعني بداية الخوارق اصلا هم كانوا بيشوفوا بداية الجائس ان في الكوليرا بدأ ينتشر، ف بدأ يشوفوا أماكن المية وأماكن الكوليرا، فاكتشفوا إن في مصدر المية هو اللي يكون ملوث. هنا البيس ماب بتاعتك بحيث إن أنت تقدر تغير الشكل بتاعها، ماشي. ممكن تختار مثلا في أشكال كتيرة موجودة، أهي البيس ماب. ممكن تختار مثلا حاجات زي الأقمار الصناعية أو إيميجري هايبرد بالشكل دوت، لو انت عايز تركز على الاشكال الستريت الشوارع، لو انت مركز على التوبوغرافي، فكل الحاجات دي تقدر ان انت تختار منها زي ما انت عايز. دي الداتا اللي احنا كنا مدخلينها. التشارت تقدر تختار لير معينة او تيبل عشان تبدأ تشوف تشارت معينة. هنا الليجند الرموز اللي موجودة بحيث لما انا اشوف رمز زي دوت ابقى عارف ده متخصص فيه، فهو بيبدأ يجيب لي ان ده خاص بالفاير ديتكشن. البوك مارك لو في مكان معين انت على طول بتعمل عليه زوم، فتقدر تيجي هنا وتقول له اد بوك مارك وتكتب الاسم بتاعه بحيث ان يبقى سهل عليك الرجوع ليه. في هنا سيف اند اوبن، ممكن تعمل سيف للخريطة او تعملها سيف از بحيث يكون باسم اخر، او نيو ماب، او عايز تفتح ماب تكون انت سيفتها قبل كده. دي الخصائص بتاعت الخريطة. مثلا انت عايز enable background color وتختار لون معين في الخلفية، خليه اصفر كده مثلا. map view التايم زون، وده بقى لو انت عايز ان انت تطبع، فبيسألك بقى انت عايز تطبع بالليجند ولا من غير الليجند، الاسم بتاعه، التمبليت، الورق هيبقى A4 A3 زي ما انت عايز، عايز تطبع بدي اف ولا تي اي اف اف ولا جي اي اف. ادفانسد اوبشن تقدر تختار بقى السكيل وتعمل كوبي رايت والاوثر والحاجات دي كلها. ممكن تقول له ماب اونلي، تقدر تشوف الخصائص بتاعتها، او انت عايز تعمل اكسبورت، ففي اي لحظه تقدر تعمل اكسبورت. دي الانفورميشن لو انت عايز تعرف ايه الخطوات اللي هتعملها او ايه الحاجات المهمه بالنسبه لك، تقدر ان انت تخش هنا. في الجهة التانية هنلاقي البروبرتيز، دي الخصائص بتاعت العناصر اللي عندي. فهتلاقي مثلا هنا الانفورميشن، دي السورس لير تقدر تدوس عليها فتفتح معاك هنا وتبدأ ان انت تعرف كل المعلومات اللي انت عايزها، وده اليو ار ال تقدر ان انت تحمله في اي مكان تاني. وعندي هنا التيبل تقدر تتحكم هل انت عايزه ولا عايز تفصله، ديسكونكت ولا ريسيت تو سورس لير بروبرتيز. عندي هنا الفلاتر، يعني انت عايز حاجة معينة قيم معينة تظهر وقيم معينة تختفي، فممكن تحط شرط معين ان هو يكون بيساوي قيمة معينة او اكبر من قيمة معينة او ما بيساويش القيمة المعينة ديت. هنا عندي البوب اب ممكن تعمل له انيبل، وممكن تشوف ايه الحاجات المعلومات اللي انت عايزها تظهر. الاتريبيوت التايتل تقدر تحكم فيها، الفيلد ليست، عندي هنا الفيلد الحقول فاقدر ان انا اتحكم فيها برضو. ممكن تيجي هنا وتبدا ان انت تشوف ايه المعلومه اللي انت عايزها. display name ممكن نيجي هنا في effect نلاقي مؤثرات نقدر ان احنا نفعلها. مثلا انا عايز دروب شادو، كل واحد فيهم بيقول لي يعني خصائص بتاعتها، عايز دروب شادو يبقى عامل ازاي وهكذا. ممكن تعمل بلور، ممكن تشوف مثلا هيو روتيت وهكذا. تقدر في خصائص كتيرة تقدر انت تتحكم فيها، وكل واحد فيهم بيبدأ يديك البروبرتيز بتاعتها بحيث ان انت تقدر تتحكم فيها، فدي مؤثرات. طيب بعد كده ممكن لو انت عايز ترسم سكتش معين، فبيديني تولز عشان ابدأ ان انا ارسم. مثلا عايز تشرح حاجة على الخريطة، فبيديني تولز عشان ارسم الحاجة اللي انا عايزها على الخريطة. خلصت دوس دبل كليك عشان تخرج من الامر بتاعك اهو.
ممكن تغير اللون، هو مرسومة هنا اللون اهوت، بس ايه ممكن ما يكونش واضح، فممكن تغير اللون اللي انت بترسم بيه عشان يكون واضح. ماشي، ممكن تغير درجة الشفافية، ممكن تغير الاوت لاين، اللون، الباترن، كل ده تقدر تتحكم فيه بسهولة. لو انت عايز تكتب تكست تقدر تكتب تكست، تقدر تعمل سيلكت زي ما انت عايز. فدي كلها حاجات خاصة بالسكتش. طيب الماب تولز بيديني حاجتين حلوين قوي، اللوكيت ده المكان، يعني كل ما ببدأ اتحرك بيبدأ يقول لي انت المكان بتاعك فين. طيب في مكان معين انا عايزه هنا مثلا، هبدأ اضغط عليه فيبدأ يجيب لي ان المكان ده موجود فين. اه النقطة دي، يبقى انا اقدر احدد اي نقطة ويديني الاحداثيات بتاعتها بالشكل دوت. اه ممكن اقول له انا عايز احولها مثلا للدي ام اس، ماشي. اه ممكن اقول له انا عايز برضو الاكس والواي، حسب البرنامج انت شغال عليه بيشتغل بأني حاجة، فيبدأ ان هو يضيف لك الحاجة بالشكل دوت. طيب اقول له هنا ان انا عايز مثلا النقطة دي، جاب لي الخصائص وثبتها لي بحيث ان انا اقدر ان انا انسخها واحرك الماوس هنا عادي. ماشي، فتقدر تقول له انبوت كوردينيشن، لو انت عندك كوردينيشن تقدر انت تحطها وهو يروح للوكيشن اللي انت عايزه. فهنا بيديني امكانية ان انا احدد المكان اللي انا عايزه او اروح لمكان انا عارف الرقم بتاعه. طيب بعد كده بلاقي اللي هي الادوات القياس، بيبدأ يقول لي انت عايز تقيس ايه. ممكن اقيس مثلا مسافة معينة من هنا لهنا 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 لهنا، لما اخلص اروح دايس دبل كليك يبدأ يجيب لي المجموع بتاعهم، وده اليونت سواء انت عايزه بقى بالمتريك بالامبريال بالانش بالفيت زي ما انت عايز، او الاريا. فبقى حدد بقى الاريا اللي انا عايزها، يبدأ يجيب لي الاريا بالشكل دوت، الاريا والمحيط، وتقدر تتحكم فيها بالشكل ده. اه باي تغيير بيبدأ يعدل لي الارقام اللي جوه. فبالنسبه لي موقع اركر جائس مثل ان هو مش محتاج تصطيب، اقدر استخدمه على اي جهاز اونلاين. الامكانيات الفري بتاعته بالنسبه لي كافيه، اقدر ان انا اشتغل عليها بدون اي مشاكل خالص. ده لو انت بقى عايز ترجع للماب فيور كلاسيك، لكن انا صراحه الاصدار الحديث هو يعني بالنسبه لي افضل يعني.